لو شفنا ممكن في قسم او العشرة اللي تحت ممكن فرق تتحقق انجازات وارقام او نتائج تخليها تبقى نقاط عندها من النقاط اعلى من الفرق اللي موجوده في العشرة الاوائل. يعني هي دي الجزء السلبي اللي كابتن ميدو اتكلم فيه، لكن هي كسنه استثنائيه او ان احنا بنغير بنطلع من نظام لنظام. انا داعم جدا، وبتهيألي كل الناس اللي لها اللي بتحب مصلحه الكوره والتنافسيه وان الدوري يبقى قوي الدرجه الثانيه او دوري المحترفين، ده خطوه كويسه جدا. واحنا رايحين الخطوه دي في شويه اخطاء من أو ضمنها مطبات بس اهم وارد سؤال. جدا ناخدها معانا. لا انا شايف ان السنه دي لازم تبقى دي سنه استثنائيه، والسنه الجايه ما نكملش على نفس النظام. لا طبعا خلاص، هو السنه الجايه المفروض بقى 20 فريق، ال 20 فريق يلعبوا زي الدوري الممتاز بالظبط، ماتش ذهاب وعوده، والصعود يبقى من المجموعه اللي تحت الدوري الممتاز المحترفين فقط. ما ينفعش السنه دي مثلا فرقه من الدرجه الثالثه مع فرق المنافسه وفرق كل حاجه يبقى عندي فرص للصعود للدوري الممتاز، وفريق مثلا يعني على زي الرقم 11 في الترتيب بترول اسيوط طول السيزون ماشي، ممكن كان رابع في وقت كان يعني ثالث، هو التاسع هو والعاشر والتاسع نفس الرقم تقريبا، نفس بس الرقم. لولا الاهداف فريق فما الاهداف ينفعش بتروح تبقى معرض للهبوط وفريق من الدرجه الادنى يصعد. يعني السنه دي بنقول ان ده من ضمن السلبيات، لكن تبقى حاجه حاول استثنائيه. تهندل الامور عشان الدوري اللي في ما هو قادم طبعا يبقى كله فيه افضليه ومفيش اي مشكلات. طب